السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. نواصل مواضعنا في مجال القانون، وسنعرض في حصتنا هذه موضوع تحت عنوان اختصاص المحاكم التجارية ومتعلق بمادة التنظيم القضائي. وقد تعرض المشرع المغربي في القسم الثالث من قانون 95-53 لاختصاص المحاكم التجارية، حيث تناول في الفصل الأول منه الاختصاص النوعي، وتناول في الفصل الثاني الاختصاص المحلي. وفي نفس المنهج سنسلكه. إذا الاختصاص النوعي هو كتنص المادة 5 من القانون المذكور آلاء على أنه تختص المحاكم التجارية بالنظر في القضايا التالية، بمعنى القضايا ديال الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، وأيضا الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية، وأخيرا النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية. وإلى جانب ذلك، يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد اختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاعات بسبب عمله من أعمال التاجر. كما يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على عرض النزاعات التي تختص بالنظر فيها المحاكم التجارية على مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية، إلا أن المشرع المغربي قد استثنى من اختصاص هذه المحاكم قضايا السير التي تبقى من اختصاص المحاكم الابتدائية طبقا للمادة 18 من قانون المسطرة المدنية. وباعتبارها صاحبة الولاية العامة من جهة، ولأن المادة 5 لا تتعلق بكلا المحلات التجارية وإنما بالأصول التجارية من جهة أخرى، في حين أن منح الاختصاص لكل من المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية استنادا إلى طبيعة النزاع، بحيث إذا كان النزاع مدنيا كانت المحاكم الابتدائية هي المختصة، وإذا كان النزاع تجاريا كانت المحاكم التجارية هي المختصة. وهذا هو موقف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في اجتهاداتها. أيضا نتكلم عن الاختصاص المحلي، ويقصد بالاختصاص المحلي توزيع العمل بين المحاكم على أساس جغرافي أو ترابي، ويعني ذلك أن تختص كل محكمة بقضايا منطقة معينة ومحددة، ويطلق عليها اسم دائرة نفوذ المحكمة، والهدف هو تقريب القضاء من المتقاضين ليتأتى لهم مراجعة المحاكم دون مشقة التنقل وما يترتب عنه من مصاريف قد تكون حاملا أو عفوا عاملا أساسيا في عزوف الأشخاص عن طرق باب العدالة. والجدير بالملاحظة أن المشرع المغربي قد حافظ على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المسطرة المدنية، عندما تعرض لتحديد الاختصاص المحلي للمحاكم التجارية في المادة 10 من قانون 95-53، حيث جعله لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدى عليه، وإن أجاز للأطراف الاتفاق على اختيار المحكمة التجارية التي يعود إليها الاختصاص في حالة قيام أي نزاع بينهم. إلا أن المشرع لم يكتفي بنقل مضمون المادة 27 من قانون المسطرة المدنية، والتي جاء نصها استثناءً من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، حيث ترفع الدعوى. أما فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها، فيما يتعلق بصعوبات كذلك المقاولة إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة، أيضا كنتكلموا على فيما يخص الإجراءات التحفيظية أو التحفظية
إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع الإجراءات. ومن ثم يكون المشرع في المادة 11 قد أفرد قواعد خاصة تتفق وطبيعة القضايا في المنازعات التجارية، خروجا على الاستثناء المنصوص عليه في المادة 29 من قانون المسطرة المدنية. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام العرض. لا بأس أن أعيد أبرز المفاهيم والعناصر التي تطرقنا إليها. أن قلنا اللي كانت تحت عنوان الموضوع اختصاص المحاكم التجارية، وقلنا أنه قد تعرض المشرع المغربي في القسم الثالث من قانون 95-93 الاختصاص للمحاكم التجارية، حيث تناول في الفصل الأول منه الاختصاص النوعي، وتناول في الفصل الثاني الاختصاص المحلي. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح.